هي أرض التين والزيتون والعنب، أرض مقدسة شكلت بأشجار زيتونها وكروم عنبها الهوية الفلسطينية الجغرافية، أرض لطالما تغنى بمحاصيلها الفلسطينيون وبصمود أشجارها الشعراء. 51 يوما من العدوان الإسرائيلي كان كفيلا بتغيير هذه الصورة الجميلة. غارات جوية وبرية دمرت وأحرقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بغزة لتضر اقتصاد المنطقة. هو من ناحية الاقتصاد ضرب لأنه خمج عند الناس، في ناس ما قدرت تصل عنبها، خمج كل عنب ما رشهوش، لأنه في بداية الرش أول رمضان كان في معاد رشه، ما قدروش الناس يرشوا العنب، اللي ما قدرش يرش عنبه كله خمج. اجوا في الهدنه لقوا كل عنبهم دمار. عدوان دمر اكثر من نصف المساحه الزراعيه في القطاع، ملحقا الضرر بمئات الفلاحين. محاصيل زراعيه اتلفت بسبب المواد السامه والمتفجره التي تحملها الصواريخ، مواد من شانها افساد التربه الزراعيه وجعلها عرضه للتلف. هناك ضرر كبير، على سبيل المثال لقد كانت الحرب في موسم العنب والزيتون، فقد ضاع الموسم، لم يستطع المزارعون الوصول إلى أراضيهم وقطف إنتاج العنب والزيتون الذي يمثل أكثر من 20% من إنتاج الفاكهة وأكثر من 4% من قيمة الإنتاج النباتي، وهذه خسارة كبرى لأهم المحاصيل الفاكهة المورودة في قطاع غزة. على جنبات الطريق الوطنية بالقطاع يعرض الفلاحون ما بقي صالحا من محصولهم للبيع، أملا في تعويض ولو القليل من خسائرهم. لما كانت تصير هدنة ساعة ساعتين كنا نروح نخطف حالنا خطف الجراج، ناخذ لنا 20-30 بوكسة ونجري، ولما تخلص الهدنة يقصف علينا ونشرد نروح نرفض بريشنا. 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة خلف خسائر مادية ومعنوية في أنفس الغزاويين، أرقام بالألاف وخسائر بالملايين، لكن في ظل كل هذا وذاك تعود غزة للحياة.